أنا بن عبد الحق الحسين، مهاجر من فرنسا، جيت لهنا للمغرب، وقعت لك شيدة في 2003، وهاد الشيدة بعتها جيدي هنايا يومين هنا في المغرب، ومن بعد مشيت لفرنسا 7 شهور هنا في السبيطار، وعندي الحديد في الرجل، وفرنسا ما عطاوني حتى حاجة على رجلي. دابا كنطلب من سيدنا يوقف معايا على هاد الملف هذا، لأن فرنسا هي دعيت معاهم لهي، قالوا لي المغرب داكشي اللي طلب اللي طلبوا لنا المغرب عطيناه، معنا ما نديرولك. دابا عندي الرجل ديالي عندي فيها الحديد ما نقدرش نحيدو، هادي دابا هذا من 2003 الحديد ما نجيبش نحيدو، لأن عندي النصف ديال العظم ديالي محيد، الحديد هو اللي قبضت رجلي، عندي 3 مرسيات ديال الحديد في الرجل ديالي. دابا ما نقدر لا نجري ولا والو، ومع خشي العكاز ديما عندي العكاز، ما نمشي على العكاز لان انا ما كاينش العكاز ما نقدرش نمشي. الحديد باقي عندي في الرجل وما عم نحيدو، الحديد يبقى عندي تما حتى نموت به. فرنسا كيقول لك جيب لنا من المغرب يطلبون اللي يطلبوا لنا عطيناه، ما عندنا ما نديرو لك. دابا المشكل هو اللي وقع لي انا هو مكناس. المحكمة ما عم حضرت فيها. وكيفاش دابا هذا المشكل هذا اللي انا دابا عندي الحديد في الرجل وما قمت حتى شي حاجة. انا عندي 50 عام فرنسا. 50 عام اللي دزت فرنسا كاملة. أنا كنطلب حقي وكنطلب الناس المسؤولين التحقيق يحقوا في هذا الملف ديالي، إلا عندي شي حاجة ناخذها، لا ما عندي شاي نمشي بحالتي. هادشي اللي كنطلب، ما كنطلبش شي حاجة أكثر من هادشي. هذا هو اللي كنطلب، هو هذا. وكنطلب من سيدنا يوقف معايا على هذا الملف، سيدنا اللي غادي يوقف معايا على هذا الملف هذا باش نفك المشكل ديالي. والله يستروا، والله ينصروا على عديان، والله يحفظوه هو وولاده.